السلام عليكم ورحمة الله. هواي أسئلة تجيني منى، إحنا شايلين المرارة فنقدر نتبع نظام الكيتو أو لا؟ منى أنا صار لي كذا سنة من شايل المرارة، والدكتور قال لي ما دام ما أنت ما عندك مرارة فممنوع تأكل أي دهون. شون أنتوا تطبقون كيتو أنتوا ما عندكم مرارة؟ إذا أنتوا لح تدخلون بحايط وتنصدمون بهذا الحايط. رح نبدأ نشرح عن هذا الموضوع شرح مبسط جدا 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 بدون تعقيدات وبدون مصطلحات علمية، حتى بس نفهم الموضوع ببساطة. زين، أول شيء لازم نفهمه المرارة شنو ووين صايرة. المرارة في حال قلنا إنه هذا الكبد، فالمرارة صايرة تحت الكبد، عبارة عن كيس صغير يتجمع به العصارة الصفراء أو المادة الصفراء أو اللي قسم يسموها الصفراء. زين، هي شلون تتجمع به ومين تجي؟ هي يفرزها الكبد. إذن الكبد هو المسؤول الأساسي والرئيسي عن إفراز المادة الصفراء اللي وين تتجمع؟ تتجمع بالمرارة، اللي تتركز بالمرارة. لما الجسم يجي يأكل دهون شو تسوي المرارة؟ في حال قلنا إنه هاي المرارة هي كيس، هسا أنا هذا الكيس مالتي بعصارة صفراء مفروزة من الكبد، في حال أنا أكلت دهون شو راح تسوي المرارة؟ تعصر نفسها، تذب لي كل المادة الصفراء وكل العصارة الصفراء للأمعاء على مود تتكسر الدهون، حتى تتكسر الدهون. زين، بعد ما انفرزت المادة الصفراء من المرارة اللي هي أساسها منو قلنا؟ الكبد. لح يجي البنكرياس لح يفرز إنزيم يساعد هذا الإنزيم في هضم الدهون. زين، اللي عنده مشاكل بالمرارة عنده أعراض يعاني من عدها، مثلا غازات العفو، تجشؤ، انتفاخ بالبطن، عسر بالهضم، إمساك يصير عنده لأن المادة الصفراء تساعد على تليين الأمعاء وتمشي البطن، يعني مو تمشي البطن، خلينا نقول يسهل ما يكون أكو إمساك وقبض العفو، وأيضا يكون عندك ألم بالجزء الأيمن من الجسم، يعني يكون عندك صداع، عندك تشنجات بالجزء الأيمن، الرقبة هنا توجعك الجزء الأيمن، فإذا العفو رجلك وإيدك هاي كلها بالجزء الأيمن يضرب عندك، خلي يقول. إذا هاي أعراض للي عندهم المرارة، عندهم مشاكل بالمرارة. زين، أنت عندك مشاكل بالمرارة، مثلا كان عندك حصى، مثلا عندك شيء واضطريت انه تشيل المرارة. زين، انا شلون راح اتبع النظام وانا ما عندي مرارة والدكتور قايل لي ما دام انت ما عندك مرارة فانت ما تقدر تاكل دهون؟ نرجع للي حكيناه باول الفيديو، منو المسؤول عن افراز المادة الصفراء؟ الكبد. بس شنو الفرق؟ الفرق انه الكبد هسه، هذا الكبد لما كان يفرز وين كان يروح؟ كان يروح للمرارة يتجمع ويتركز وبعدين يلا ينفرز إذا إحنا كنا بيدهون. بهالحالة لما المرارة ماكو، إذا ماكو كيس خلي نقول أنا أعبي بيه المادة الصفراء، فإذا راح تجي المادة الصفراء من الكبد مباشرة إلى الأمعاء. أوكي، فإذا إحنا شلح نسوي؟ راح نبدي ندخل الدهون بالتدريج، يعني مو من أول يوم أنا أكل لي بيضتين مقلية وزبد ودهن ولية وشحم، مو من البداية، بالتدريج راح نبدي ندخل الدهون. زين، شنو تقصدين بالتدريج وليش بالتدريج؟ أنا أدخل الدهون بالتدريج على مود أفهم جسمي، يطي دماغي يعاز للكبد، يا كبد ترى أنا دا أدخل دهون، دا يدخل دهون لجسمك، فأنت ابدي أفرز المادة الصفراء وشوية شوية زيد إفرازك للمادة الصفراء. لهذا إحنا نقول شوية شوية ندخل، يعني أنا هاليوم أكلت بيضة مقلية، الظهر لح أكل صدر دجاج مسلوق، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، ورا أسبوع أنا أكلت بيضة مقلية، رح أخذ صدر دجاج مسلوق وعزلاطة حضيف خاشوكتين زيت زيتون، أسبوع أسبوعين ورا شوية شوية إحنا نبدي ندخل الدهون. هذا القصد بالتدريج، وعلى مود أفهم الكبد يا كبدي ترى أنا أريدك تزيد إفرازك للمادة الصفراء، تزيد إنتاجك للمادة الصفراء، شوية شوية الكبد لح يبدي يفرز ويزيد العصارة الصفراء. الدور اللي علينا احنا همينه انه نساعد الجسم وننطي الاكل اللي يساعد بزيادة افراز المادة الصفراء، مثلا الكرفس
يساعد بزيادة مادة صفراء. البروكلي، الهليون، الخبيزة، السبيناغ، مي الليمون، هذولا كلهم يساعدون بزيادة إفراز المادة الصفراء. وطبعا ممكن تحصلون على حبوب خاصة من الصيدلية، طبعا دكتوركم الخاص هو يكتب لكم إياها، تكون هي أملاح خاصة لزيادة المادة الصفراء. أكو أكثر من نوعية، أنا صراحة ما أقدر أعطيكم نوع معين، الدكتور الخاص مالتكم هو لازم ينطيكم إياها. أعتقد الشرح سهل وفهمنا أنه إحنا السبب الرئيسي هو الكبد المسؤول عن إفراز المادة الصفراء، فاللي شايلين المرارة لمدة 6 شهور وأكثر يقدرون يتبعون النظام بس يدخلون الدهون بالتدريج.